السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا وطالباتنا نلتقي في محاضرة جديدة ضمن محاضرات نظم المعلومات الإدارية والتي تتعلق بمفردة جديدة ضمن المفردات المقررة على طلبة إدارة الأعمال، وهي نظم المعلومات الإدارية والتي تضم قواعد البيانات أو الداتا بيز. وطبعا موضوع قواعد البيانات هذا موضوع مهم وهو من أساسيات نظم المعلومات الإدارية، لأن هذا الموضوع يتعلق بخلق ميزة تنافسية للمؤسسة أو المنظمة من خلال حصولها على قواعد بيانات ومعلومات كاملة عن جميع الأنشطة والمجالات وأوجه العمل المراد إدخالها في السياسات والاستراتيجيات المختلفة للمنظمات، سواء كانت هذه البيانات والمعلومات تتعلق بمعلومات البيانات الداخلية لداخل المؤسسة اللي تتعلق بالأنشطة والوظائف المختلفة، أو معلومات عن البيئة الخارجية وهي الأكثر تعقيدا من حيث كيفية الحصول عليها ونوعية البيانات اللازم الحصول عليها ومدى دقتها وصحتها. وبالتالي إن من ميزات الثورة التكنولوجية اللي هي خلق بيانات والمعلومات للمؤسسة، وبالتالي الحصول على قاعدة معرفية تجعل المؤسسة قادرة على العمل والمواجهة للتحديات المختلفة التي تواجهها في عدة مجالات وعدة معوقات بيئية مختلفة. من خلال الحصول على هذه القاعدة حتى يجعل هذا الأمر الموارد البشرية في المنظمة أو المؤسسة قادرة على التسلح المعرفي وقادرة على صنع القرار وقادرة على اتخاذ القرار ومعرفة وتشخيص الصعوبات والإشكاليات المختلفة التي تواجهها. فقواعد البيانات هي مجموعة من البيانات المرتبطة منطقيا ببعضها البعض وبعضها غير مترابط منطقيا، والتي تصمم وتبنى بطرق لتحقيق الأهداف المطلوبة ومن معالجتها. يعني قاعدة البيانات اللي هي الداتابيز هذه في عادة الأمر إن هي جهة منظمة للمعلومات والبيانات، يعني جهة يخازن كيف ما يسمى الداتابيز، هذا خازن البيانات والمعلومات، وهو الذي يقوم بجمع هذه البيانات المتعلقة منطقيا بمجالات وأنشطة. يعني نقول مثلا بيانات على الإنتاج، بيانات على التسويق، بيانات على المشتريات، يعني متعلقة منطقيا بالوظيفة أو المسمى أو المشكلة أو القرار الذي جمعت من أجله. وبالتالي توصف هذه البيانات بأنها بيانات مهمة، وهذه مصممة لتلبية الاحتياجات المعلوماتية للمنظمة، لأن كما قلنا المنظمة أو المؤسسة أو الشركة أو المشروع أو الوزارة في الدولة أو الحكومة في الدولة، فالأمر يعني واحد غير بالتدرج الوظيفي. هذه عندها قاعدة بيانات، وبالتالي هذه القاعدة تلبي الاحتياجات المعلوماتية، لأن أي عملية بتقوم بها داخلية أو خارجية تحتاج إلى هذه البيانات وهذه المعلومات. طبعا تكلمنا في المحاضرة الماضية عن معالجة البيانات، لما نقول بيان معناها هذا غير معالج يحتاج إلى عادة المعالجة، ولما نقول معلومة معناها في عادة الأمر اللي هي الانفورميشن هذه معلومة معالجة وكاملة. لكن كيف ما تكلمنا على الفقرة هذه في محاضرة سابقة، قلنا البيانات أحيانا تجري عليها عمليات معالجة، مثلا خطوات أو تاخذ وقت حسب نوع البيان وحسب مدى استخدامه للجهة المخولة باستخدامه، يعني يختلف الأمر ما بين إدارة وإدارة أو جهة أو جهة أو نشاط. لكن المعلومات أحيانا تكون من جهة رسمية، نقول مثلا من مراكز التخطيط، من غرف التجارة والصناعة، من المركز الوطني مثلا للإحصائيات وغير ذلك. هذه تعتبر معلومات صادقة وصحيحة، لكن قبل ما نستخدمها لابد أن نجري عليها عملية فحص وتدقيق وعملية معالجة بسيطة، بعكس الأمر مثلا في البيانات اللي مجمعة من جهات غير رسمية أو من جهات مختلفة أو من أسواق.
هنا الامر يختلف عند تخزينه في قاعه البيانات. هنا بنجي على عمليه عده، لكن في هذه اللي تجمع من جهات رسميه نجي على هذه المعالجه من غرض الكشف والتحقق منها ومدى ملائمتها. مرات هي المعلومه تكون صحيحه لكن ما تتامش على نوعيه الاشكال او البيان او طبيعه المؤسسه او طبيعه الموضوع الذي جمعت من اجله. وبالتالي نلاحظ ان قاعده البيانات ينظر اليها كخازن لجميع البيانات ذات القيمه والاهميه لمستخدمي نظم المعلومات كذلك. وبصوره عامه وقاعده البيانات هي تجميع منطقي مادي للملفات في خازنه هذه القاعده. يعني البيانات هذه تجمع داخل القاعده والتقسيمات اللي بنتكلم عليها في الجزء القادم هذا، اللي هو تجمع من خلال ملفات وسجلات وحقول، وهي مرتبطه ماديا بواسطه ملف او سي دي او الروم او غير ذلك، او حافظه الاوراق او الشريط المغناطيسي او القص. المهم يعني حسب هذا الخزن المادي يعتبر تكلموا عليه. ويقع على العديد مثلا من محللي النظم في خطأ، محللي نظم معلومات نقصد عليهم او مصممي في خطأ جسيم عندما يحددون الملفات مثلا المادية اولا مثلا. فالطريقة الملائمة والصحيحة للوصول الى تصميم افضل، يعني عندما نصمم هذه الخازن هذا داخل قاعدة البيانات اللي هو الملفات او احدى مكونات قاعدة البيانات، او نحدد كيفية تصميم هذه الاشكاليات اللي هي مختلفة، يعني هذه الملفات في حسب احتياجاتها وحسب توزيعها وحسب كميتها وحجمها منطقيا لتلبي متطلبات النظام. وبعد ذلك نعود إلى الملفات المادية اللي هي تخدم هذه الهياكل المنطقية، يعني كما قلنا داخل قاعدة البيانات تخزن في هياكل يعتبر فيه هيكل تنظيمي داخل هذه القاعدة، لأن يختلف لازم من عادة توزيعها وترتيبها وتنظيمها منطقيا وعلميا وتسلسليا أو محتويا. بمعنى أن لما ننبي بيان أو معلومة من هذه القاعدة اللي هي قاعدة البيانات داتابيز، يعني هنا نلجأ مباشرة إلى نوع ملف معين، ما نقدرش نبحث، لأن قاعدة البيانات هذه تحتوي على الملايين من في البنوك العالمية. وما تكلمنا في الفقرة السابقة محاضرة سابقة قلنا عندي بنوك المعلومات اللي سواء كانت العالمية أو المحلية اللي في وزارة التخطيط أو كذا، لأنها تضم بيانات لعشرات السنين. والمثل البنوك العالمية هذه لو بنشوف القاعدة البيانات الموجودة فيها أو مجموعة قواعد البيانات وليس قاعدة بيانات، هذه تضم البيانات من شتى أنواع العالم من جميع الشركات الكبرى والمتوسطة والمشروعات الصغيرة ومن وزارات حكومية وهيئات حكومية وجهات غير حكومية وجهات مثلا خاصة وجهات مثلا من رواد الأعمال والرأسماليين وغير ذلك. وبالتالي هنا يختلف البيانات بطبيعة حجمها. هذا مثلا كيف المغزى يعني من الطرح العام اللي هي في كيفية مفهوم قاعدة البيانات، واللي تعتبر تمثيل هي حقيقة الأمر، تمثيل للحقائق والأحداث والأوصاف والأساليب والطرق والأرقام والصور، هذه كلها تعتبر كوصف عام لقاعدة البيانات ومحتوياتها. وعلى أساسها كون كل تؤسس كل هذه على اساس هذا التكوين تؤسس كل هذه القاعده بمكوناتها لتلبيه احتياجات المعالجه البيانيه والاحتياجات المعلوماتيه للمنشاه او المشروع او الشركه. بمعنى ان هذا الخازن اللي هو قاعده البيانات داتابيز هذا يعبأ بهذه البيانات ويملى بهذه البيانات، وبعدين تجرى عليها عمليه المعالجه حتى تلبي الاحتياجات المعلوماتيه للانشطه والمجالات المختلفه، وتنظم هذه البيانات طبعا بطبيعه الامر في قيود وترتب في ملفات وقواعد، وهي تشمل عمليه خلق وادامه قاعده هذا الترتيب وهذا التنظيم وهذا الطريقه الصحيحه لجمع البيانات. هي تعتبر في حقيقه الامر خلق وادامه قاعده البيانات الصحيحه لاساليب وتنظيم عناصر البيانات طبعا بطريقه توفر المداخل الكفؤه والمنظمه. بمعنى ان لما ندخل لقاعده البيانات مثلا نقول نبحث عن بيانات تتعلق مثلا بالاحصائيات السكانيه او بالدخل العام للفرد او
بميزان المدفوعات أو بالميزان التجاري للدولة في سنوات عدة، أو في الموازنات العمومية، أو في قائمة الدخل، أو الأساليب أو المنتجات المختلفة. حسب هنا نلاحظ أن في تعدد وتنوع في هذه الأشياء تكلمنا عليها، معناها كل واحدة بتخزن بخازن خاص بها حسب نوع هذا الخازن، بعدين نتكلم عليه ملف أو سجل أو حق أو ما ذلك، أو في قيود منطقية متسلسلة. وبالتالي هذه البيانات تعتبر مخزنة في هذه القاعدة وتنظم لمداخل الكفأة، ويمكن اللجوء إليها في حالة ما مثلا هناك حاجة ماسة لاتخاذ قرار أو مواجهة مشكلة ما. وهي بطبيعة الحال نلاحظ أن هنا نعتبر أن قاعدة البيانات اللي هو الداتابيز هي تعتبر كنظام إرثي أو موروثي أو تاريخي، مثل هو الأرشيف يعني نتكلم عليه، يلجأ إليه عندما نحتاج أي نوع من البيانات أو المعلومات اللي تواجه مشكلة معينة. وهي تعتبر كتالوجات لوصف البيانات لتمكن البرامج المختلفة التي تعد لغرض حل إشكال ما من تخزينها واستخدامها في المجالات العدة اللي هي تكون ذات استقلالية. وطبعا تجري عليها بطبيعة الحال كما قلنا عمليات المعالجة المنطقية، وتشمل هذه الكيانات والصفات والعلاقات لمعلومات وبيانات المنظمة. هذا بالنسبة كمفهوم عام لقاعدة البيانات. وعندي مكونات قاعدة البيانات. قاعدة البيانات هذه اللي هي طبعا البيانات بطبيعة الحال، قبل ما نخش في تكوينها لقاعدة البيانات، هو احنا شرحنا في المدخل العام لها، لكن تو بنتكلم على شوية الأمور هذه. البيانات في بصفة عامة اللي هي حقائق ونصوص ورسوم وصور وصوت وفيديو وشرح، كيف ما طرحنا في الطرح المفهوم العام لقواعد البيانات. وقاعدة البيانات هي اللي هي داتابيز، يعني بعكس الأول اللي هي البيانات الداتا، يعني هنا مكمل لها قاعدة البيانات، هي الوعاء الذي تجمع فيه هذه البيانات المتنوعة اللي هي الحقائق والصور والرسومات، لجمعها والمتعلقة منطقيا بأمور ما أو بأشغال ما أو بوظائف ما أو بأنشطة ما أو بأعمال ما. يعني كل حاجة مثلا من هذه النوع من البيانات تتعلق بنشاط معين. وطبعا تجري عليها عملية البروسيسنج، اللي هي عملية المعالجة، وبالتالي تصبح لنا معلومة وهي مجهزة في صنع القرارات المختلفة. طبعا عمليات المعالجة اللي تكلمنا عليها في المحاضرة السابقة، اللي هي بروسينج داتا، يعني معالجة البيانات. بنجي للملفات. طبعا الملفات هذه مهمة، وهي من مكون حاجة قاعدة البيانات تكون من ملفات أو سجلات أو حقول. والملفات مثلا مجموعة من المسميات المختلفة والتي تكون داخل هذا الخازن أو داخل هذه القاعدة. وهذه الملفات تحتوي على مكونات أخرى داخلية، فمثلا نقول ملف خاص بالإنتاج، ملف خاص بالموارد البشرية، ملف خاص نقول مثلا الشراء والتخزين، التسويق، هذه كلها ملفات، وهي مجموعة من المكونات البرمجية. والتي طبعا احنا نتكلم عن الملفات والأشياء هذه والبيانات والخازن وكذا، معناها هنا نتكلم على حاسب آلي، لأن يعني كيف ما قلنا في أول محاضرة إن نظم المعلومات الإدارية هي تستخدم الحاسب الآلي كأساس عمل لها. وبالتالي لأن طبيعة العمل في نظم المعلومات الإدارية تتطلب الحاسب والحاسبات بالأحرى المتطور، يعني مش أي حاسب أو من الحواسيب القديمة. وبالتالي لأن هذه البيانات اللي هي قاعدة البيانات تكون تحتوي على ملفات، والملفات تتكون من ملفات متنوعة مثل تتعلق بأنشطة وظيفية
ومجموعة سجلات بصفة عامة. السجلات تتعلق بأنظمة إدارية أو أنشطة وظيفية، ومجموعة حقول مترابطة، وتكون هذه الحقول قيد معين. وكيف ما قلنا ان مجموعه الانشطه الوظيفيه مثلا هذه تنظم في ملف خاص اللي هو اداره انتاج تسويق موارد بشريه اداره مشتريات، وفي الاعلى مسمى مثلا يكون السجل اللي هو مثلا السجل الوظيفي للادارات، وفي حقل مثلا خاص وهو حقل الاداري، وهكذا يمكن تقسيمات اخرى. طبعا تكوين هذه القاعده بيانات ملفات وسجلات الحقول مش معناها ان اي قاعده بيانات فيها هذه التكوينات الثلاثة، احنا خذينا كمثال هنا وهو أساس، لكن كل ملف يحتوي على مئات وآلاف الملفات، كل سجل بالمتر والحقول كذلك، ممكن يحتوي على جدول زي المثال تو بناخذوه مثال عمل في جدول مثلا هنا كمثال، لكن هنا حسب طبيعة المشكلة وطبيعة أو طبيعة البيانات اللي مخزنها وحجم قاعدة البيانات اللي هي، وحسب الخازن اللي هو مثلا نقول هذه بنك معلومات او وزارة مثلا خاصة بالتخطيط يعني، او وزارة الاقتصاد، او مثلا مؤسسة مالية معناها تهتم بالبيانات المالية فقط. يعني طبعا التقسيم يختلف بنوعية نوعية البيان المخزن وحجم هذه المؤسسة والاشخاص اللي هم بيبحثوا عن هذه البيانات. فهنا الامر فيه تباين يعني، لكن مش بالضرورة ان يكون، لكن احنا تو فهمنا خدنا عليها مثال اللي هي الملفات هذه، وقلنا مثلا كيف لما تكون ملفات مثلا تتعلق بأنشطة الإدارة والأفراد والإنتاج والتسويق، ومثلا تنضم في سجل واحد هذه مجموعة هذه الملفات، وهو مثلا سجل الأنشطة الوظيفية، وفي حق الوحدة أو حق الإدارة أو حق العلوم الإدارية، وممكن في حق المحاسبية وهكذا يعني، أو الهندسية أو التصميمية أو إدارة عليا. وبعدين هنا فيه الاختلافات المختلفة حسب كيف ما قلنا نوعية البيانات. طبعا وجود هذه قواعد البيانات عندها أكثر من مزايا، ناخذ منها مجموعة بسيطة يعني للفهم العام يعني الفائدة منها. توليد معلومات أكثر من نفس كمية البيانات المتاحة، يعني دائما لما يكون عندي معلومات أكثر، حتى لما أنت بتواجه مشكلة معينة أو قرار ما، لما يكون عندك مجموعة خيارات تعطيك الأريحية أنك أنت تختار هذا القرار الأصح. لكن لما يبدأ عندك خيار واحد، فهنا تبدأ أنت في حيرة من الأمر، أنك تشوف لما هو يعني هل أنت تختار أو تتغاضى أو تقف، يعني ما عندكش خيارات أخرى، فهنا ممكن تكون مجبر أو مكره أنك تتخذ هذا القرار. نفس الشيء بالنسبة لي موضوع البيانات، لما تكون مجموعة من البيانات المعالجة اللي بدتنا معلومات، والمعلومات هذه وفيرة وتساعدك في اتخاذ القرار، وتتخذ القرار بطريقة علمية وشمولية مبنية على معايير، لأنها تستند إلى هذه التفاصيل الجزئية اللي تكلمنا عليها، اللي هي تفاصيل نقصد على نوعية البيانات كجداول ورسومات وصوتيات وفيديوهات وشرائح وبيانات تاريخية وعديدة هي المكونات طبعا لقاعة البيانات. وبالتالي تعطي هذه البيانات مثلا هذه قاعة البيانات توليد للمعلومات من نفس كمية البيانات المتاحة، يعني البيانات نقصد بها المعالجة. استقلال البيانات عن البرامج، طبعا كيف ما قبل ما البيان هذه يدخل إلى برامج مختلفة، مثلا برامج أنظمة الإنتاج، برامج أنظمة التسويق، برامج أنظمة الموارد البشرية، هذه في عدة برامج، أنظمة معالجة الحركات، أنظمة المعلومات، نظم المعلومات التنفيذية، نظم معلومات الإدارة العليا، طبعا عديدة هي الأنظمة، لأن كل إدارة أو كل نشاط في نظم معلومات صممت بهذا النظام أو برنامج يتماشى مع هذا المدخل أو هذا التقسيم أو هذا النوع. وبالتالي هنا هذه الأنظمة أو هذه البرامج اللي هي بتدخلها بيانات، إذن هنا في استقلالية ما بين البيانات عن البرامج. تحسين وتعزيز إدارة البيانات،
كما قلنا مكان قاعدة البيانات من خلال تعزيزها بالبيانات وبالتالي تحسين صورتها وتحسين موقفها التنافسي اللي هو يجعل من المنظمة قادرة على المنافسة في شتى المجالات لأنها تمتلك قاعدة بيانات معرفية جيدة. النقطة الأخرى اللي هي عرض البيانات والاحتفاظ بها بشكل أسهل. قاعدة البيانات كما أقول لما إحنا يبدأ عندي أرشيف ورقي اللي هو القديم، هذا لما أنت تبحث على معلومة يحتاج إلى وقت وتحتاج إلى مدة، وطبعا هذه البيانات هذه لما تبحث عليها في الأرشيف الورقي بالذات قد تكون متهالكة من كثرة الاستخدام وطبيعة الاستخدام للورق، وقد تكون مؤثر عليه ظروف بيئية، وقد تكون مثلا مؤثر عليه التهالك من مرور السنوات أو السنون عليه، فبالتالي هنا تكون هذه البيانات غير جيدة في طريقة العرض أو تحتاج إلى وقت كبير للحصول على بيان. لكن لما تبدأ قاعدة البيانات مخزنة في حاسب آلي فهنا الأمر يحتاج إلى ثواني أو دقائق للبحث عن البيانات اللي هي منظمها أنت في مسميات مختلفة وفي تقسيمات مختلفة، سواء كانت جداول وملفات وسجلات وحقول وقيود وما إلى ذلك. تطبيق هذه الأساليب أماكن تطبيق أساليب أماكن بيانات أكثر رقيا اللي هي البيانات هذه تطبق أساليب قاعدة البيانات تطبق أساليب حديثة متعارف عليها في المؤسسات والمنظمات اللي هي الداخلة في العمليات التنافسية أو في العمليات التصنيعية المختلفة، بمعنى أن دائما نظم معلومات تعتمد على التحديث والتطوير، ودائما في تحديث للأساليب والبرامج والتطبيقات المختلفة، وبالتالي دائما قاعدة البيانات هي جزء من هذا التطوير، وبالتالي تستخدم أساليب أكثر تطور من الأنظمة القديمة أو من الأنظمة الورقية. فهنا نشوف لو خدنا مثال بسيط يوضح كيفية إنشاء ملف قاعدة بيانات. طبعا هنا قبل ما نتكلم على كيفية إنشاء هذا القواعد البيانات، احنا خدنا مثلا على مستوى تعليمي اللي هو الطلبة، ومثلا باعتبار احنا الموضوع اللي يهم تو حاليا الطلبة لأنه هو أكثر قدرة على الفهم بالنسبة للطالب، لكن طبعا لو كان مثلا في الأنظمة الأخرى يختلف التقسيم، يعني مش بيكون بأي ملف بننشأ يكون بنفس التقسيم هذا. كما تكلمنا من قبل قلنا ملفات وسجلات والحقول قد تحتوي على عشرات التقسيمات أو مئات التقسيمات، وكل جزء يحتوي على الآلاف من لأن قاعدة البيانات تضم الملايين من هذه البيانات، ولكن احنا خدنا كمثال بسيط جدا كيفية احنا ننشئ ملف تعريفي معين وتكوين وتنظيم ملفات اللي هو مثلا انشاء ملف قاعدة البيانات. هذا يمر طبعا بطبيعة الحال قبل ما نشر هذا الجدول اللي هو بقاعدة البيانات اللي هو الداتابيز، ويتكون من عدة ملفات، والملف هذا يتكون من عدة جداول حسب الموجود أمامي، والجدول هذا يتكون من عدة سجلات، التيبل هذا يعني جدول، والتيبل يتكون من عدة سجلات، والسجل اللي هو ريكوردرز اللي هو يتكون من عدة بيانات. فمن ناخذ مثال مثلا اللي هو لو عندنا قواعد بيانات الطلاب اللي هم student table، وتتكون قاعدة البيانات الطلاب من student table هذا كأساس عام، وتكون قاعدة البيانات الطلاب من ملف الطلاب اللي هو student file الذي يتكون من جدولين. طبعا الجدول الأول اللي هو بيانات الطالب، والجدول الثاني اللي هو registration table اللي هو يعني نقصد به التسجيل. وبالتالي ان بيانات الطالب مثلا اللي هو نشوف الصف الأول اللي هو student table، هذا student table معناه بيانات الطالب، عندي الجزء الأول والصف الأول بعد student table معناها بيانات الطالب، هذا في إنشاء الملف يعني اللي هو رقم الطالب واسم الطالب وعنوانه، وطبعا كل واللي قدامه رقمي ونصي نوع شني. هنا يبين
كيفية إنشاء بيانات للطالب اللي هم ستودنت تيبل، يعني نجي للبيان الأول، رقم الطالب ستودنت تيبل، يعني ملف التعريف للطالب، رقم الطالب اللي هو عنده رقم الطالب اللي هو رقم القيد نقصد به، أو الرقم الجامعي. باهي، والرقم لازم يكون رقمي يعني بيرمز له، مش نصي، لأن هو نتعامل برقم أنا. الاسم الطالب واسمه قدامه اللي هو نصي، يعني اسمه مثلا أحمد، محمد، علي، أي اسم معين. عنوانه مثلا، عنوان الطالب وين مثلا، في نقول في ليبيا، طرابلس مثلا، في أي شارع في طرابلس، واسم الجامعة طبعا، حتى لازم يكون نصي مش رقمي. الريجستريشن تيبل اللي هو الجدول الثاني، هذا اللي هو نظام التسجيل. فمثلا رقم الطالب بنفس الشيء، هذا الملف يكون يحتوي على الجزء الأول اللي هو بيانات الطالب، الجدول الثاني اللي هو التسجيل الطلاب اللي هو رقم الطالب، كم رقم القيد نقصد به، والرقم قدامه باعتباره هو مستر رقم، يعني تكتب رقم كم. والنقطة الثانية رقم المادة، أي مادة عندها رمز مقرر، يعني الرمز المقرر كما خديناها مثلا في كل المواد اللي درستوها، حتى في الامتحانات النهائية تلقى اسم المادة ورمز المقرر، وبالتالي النص بتاعها اللي هو رقمي، هذا طبعا رقم المادة. والمادة شن اسمها، مثلا نقول نظم معلومات الإدارية، ونصها اللي هو طبعا هنا مش رقمي، اللي هو نصي وهو وليس رقمي، معناها تذكر كذكر. إذا الملف هذا الجزء الأول هو تكون من ستودنت تيبل اللي هو بيانات طلاب، والجدول الثاني اللي هو تسجيل الطالب هو ريجستريشن تيبل. هذا بالنسبة للجزء الأول من كيفية تكوين ملف في قاعدة البيانات. ثم ننتقل إلى الجزء الآخر وهو سجل البيانات. نجي للنقطة اللي وهو سجل البيانات. طبعا سجل البيانات اللي هو طالب في المثال هنا، قال تكوين ملف اللي هو يتكون على من بيانات الطالب وسجل نظام التسجيل للطالب وسجل البيانات. الجزء الثالث من المطلوب نشوفه مثلا رقم الطالب كم عندي اهو في سجل البيانات، هذا رقم الطالب اللي هو مثلا رقم القيد بتاعه، احنا افترضنا ان 11 11 او 22 22 او 33 33 حسب الرقم، لكن احنا خدنا كمثال افتراضي. بنجي لي اسم الطالب، طبعا بيكتب اسم الطالب اللي هو مثلا نقول محمد علي، هذا رقمه باعتباره قلنا كم 11 11 في نفس الصف يعني. وطبعا المادة مثلا، هذا لو انشأنا ملف مثلا للطلبة اللي هو المادة مثلا المحاسبة على سبيل المثال، او محاسبة واحد، او اساسيات تحليل رياضي، او ادارة عمليات انتاجية، اي مسمى يعني من المواد، اي سبجكت يعني. اذا مثلا نقول رقم الطالب 100، رقم هذا 11 11 واسمه محمد علي، والمادة الاولى اللي يدرس فيها او السجل بتاعه اللي هي المحاسبة، زي نموذج رقم 2 تاخذوا فيه انت من المنظومة. اذا هذه توضح الاسم ورقم قيده بطريقة مشابهة، يعني احنا عملناها كله بجدول، ولكن في النموذج رقم 2 لو تشوفوا انتم هذا جزء من اعداد ملف في نظم معلومات، تشوفوا مثلا الاسم ورقم القيد والمواد التي تم تنزيلها، وانت ممكن تضيف لها شنو الوحدات، نريد نضيف خانة اخرى تو بعد المادة هذه، نضيف على اللي صار يعني عمود اخر، ونكتب الوحدات مثلا محاسبة كم 3 وحدات، نظم معلومات وحدتين، اساسيات تحصيل 4 وحدات، وممكن نزيده عمود اخر اللي هو رمز المقرر في المادة، يعني المادة محاسبة ورمزها مثلا كم 130، نظم معلومات 420، المبادئ الاقتصاد الجزئي 110، وهكذا. يعني نقدر نتحكم في هذه البيانات، ونقدر نضيف عمود اخر وهو التخصص من فوق، يعني كما في رقم الطالب واسم الطالب والمادة ورمز المقرر، ممكن التخصص الطالب هذا الاول تخصص محاسبة لان يقرأ في مادة عامة، الطالب الثاني هذا تخصص إدارة، الطالب الثالث ما تخصص تمويل ومصارف، هذا اللي بعد تخصص تخطيط مالي، يعني اللي هي تتبع مادة العلوم الإدارية والمالية، ولو مواد عامة ممكن واحد في الهندسة، واحد في الحاسوب، وما إلى ذلك. إذا هنا هذا هو الشرح العام لكيفية إعداد ملف، وخذناه بشكل توضيحي يكون أسهل من الشرح النظري.
نجي لتنظيم الملفات داخل قاعدة البيانات، اللي هو عندي عدة طرق. مثلا ممكن يكون تنظيم، هذا التنظيم تتابعي، يعني تنظم السجلات في الملف بصورة متتابعة وتخزينها واحد بعد الآخر وحسب تسلسل تحميلها في الحاسوب، وتبقى لمفتاح السجل. ويمتاز التنظيم التتابعي مثلا بكثافة التخزين، يعني واحد تلو الأخرى نقصد به، وتخزن السجلات بدون أي فراغات بينهما. والنقطة الأخرى اللي هي سهولة معالجة الملف التتابعي. طبعا عندي النوع الآخر وهو التنظيم المباشر، الأول قلنا التنظيم التتابعي، والنوع الآخر وهو التنظيم المباشر ويسمى التنظيم العشوائي المباشر. وترتب السجلات ضمن ترتيب معين يتفق المفتاح التعريفي طبعا للسجل. ومزايا هذا التنظيم استرجاع السجلات بصورة مباشرة، ويمكن التعامل مع أكثر من ملف واحد وتعديله في نفس الوقت. وتنظيم المفهرس النوع الآخر وهو الأسلوب في تنظيم ملفات الذي يجمع بين مزايا أسلوب التنظيم، يعني يجمع بين الأسلوبين السابقين اللي هو التتابع المباشر، وهو تخزن البيانات فيه عن طريق سجلات واللي بدورها في ملف ذو فهرس وجداول، وعادة تكون السجلات مرتبة تصاعدي أو تنازل حسب قيمة مفتاح السجل. ومزايا ملفات السجل المفهرس، هذا النوع اللي جامع ما بين التنظيم التتابع والمفهرس، اللي هو إمكانية تداول سجلاتهم بالطريقة التتابعية والعشوائية، وطريقة استرجاع سجل معين بالطريقة التتابعية. تبدأ من سجل في الملف المفهرس على السطح بمرور طبعا بجميع السجلات حتى نصل إلى السجل المطلوب. وقد تبدأ مثلا من سجل معين طبقا لمفتاح السجل حتى السجل الذي يليه، اللي حتى نصل إلى السجل المطلوب. وأما استرجاع مثلا السجل المعين بالطريقة العشوائية، يمكن يكون البحث في موضوع السجل في الفهرس، يعني الفهرس هنا تقدر تكتب نوع البيان اللي تحتاجه تبقى لقيمة مفتاح السجل، ومن ثم يؤخذ عنه أن السجل ويتم التوصل إلى السجل المطلوب مباشرة. يعني نقصد به أما توصل تتابع واحد تلو الآخر حتى نصل للسجل المطلوب، أو أني نبحث في الفهرس ونصل مباشرة إلى السجل المطلوب دون إجراء العمليات التتابعية. بعدين نجي لنقطة أخرى. طبعا بعد ما فهمنا خدينا قاعدة البيانات وتقسيماتها وكيفية إعداد ملف بالنسبة لقاعدة أو تقسيم داخل قاعدة البيانات، ما يهمش المسمى، يعني ملف هو سجل وحقوق. طبعا احنا قلنا ما نقيدش بهذا المسمى، ممكن حتى أنت قسم حتى كيف ما خدينا الملف اللي خديناه، خدينا فيه 3 جزئيات، وقلنا نقدر نزيدوه إضافات مختلفة. فننتقل لنقطة أخرى وهو مسؤوليات مدير قاعدة البيانات. وعند تصميم، أول حاجة بيصمم ويدير وينفذ قاعدة البيانات، يعني المدير قاعدة البيانات اللي هو المهندس الخاص بهذه الداتابيس، اللي هو النقطة الأولى اللي هو يصمم ويدير قاعدة البيانات وما تحتوي هذه الأشياء، المسميات المختلفة والمسؤول عليها، وحماية وقاعدة البيانات. طبعا بناخذ بعدين أنظمة الحماية في محاضرات متقدمة، اللي هو حمايتها من السرقة، من التلف، من عمليات القرصنة، لان ما نقدرش نحط قاعدة البيانات وبيانات خاصة هذه تعتبر موارد من موارد المنظمة، مش اي منظمة عندها موارد مالية وموارد بشرية وموارد مادية. وطبعا المادية مختلفة، اللي هي مثلا التكوين والموقع والاصول الثابتة والموارد المعلوماتية هذه او المعرفية، هذه تعتبر مهمة مثلها اي مكون مكونات المنظمة او المؤسسة او المشروع او الشركة. وبالتالي لابد بنعمل نظم حماية لهذا المسمى وهو قاعدة البيانات، ومن خلال وضع مقاييس الأمن المختلفة وحمايتها، من خلال وضع أسس المعالجة من أي خلل قد يحدث في قاعدة البيانات، ونحتفظ بسجل لمكون قاعدة البيانات. لابد فيه نسخ، يعني نقصد به لابد من نسخ إلكترونية مثلا في مسميات مادية مختلفة كالأقراص وغيرها، تحتفظ بها
كمكون قاعدة البيانات. وطبعا قاعدة البيانات ممكن نضيف لها وظائف جديدة لقاعدة البيانات، يعني مهام يعني نقصد بها تشغيلية أخرى. ومن مسؤولية قاعدة مدير قاعدة البيانات أن يحسن وظائف قاعدة البيانات. يعني مثلا نقول في البداية أن قاعدة البيانات خاصة بالإدارة العليا، ممكن نزيد نطورها بالإدارة الوسطى، نطورها بالإدارة التنفيذية، نطور نحسنها ونطورها أنها تتعلق ببيانات خارجية، تتعلق بالمنافسين وبمؤسسات الدولة، وبعدين تتعلق ببيانات خارجية من معلومات عن مشروعات وشركات في دول متطورة وكيف تعمل وآلية العمل وإلى ذلك، وتعلقاتها بالأنشطة الوظيفية المختلفة. هذه كلها مسؤوليات مدير قاعدة البيانات. بعدين نجي لنقطة أخرى أو في محاضرتنا اليوم، وهو نظام إدارة قاعدة البيانات، وهو حزمة برمجية متكاملة تقوم بتجميع ونمذجة وتنفيذ واستخدام قواعد البيانات، كما تقوم بإدارة أنشطة الأخرى وهي أنشطة التخزين وتخزين البيانات. يعني هذه النظم اللي هي نظم إدارة قواعد البيانات والصيانة، تقوم بعملية الصيانة أيضا وعملية المعالجة لبيانات القاعدة، لأن كما قلنا القاعدة تحتوي على بيانات أحيانا غير مترابطة وغير مهيكمة، أن تحتاج لعمليات معالجة والبروسينج يعني. وتكون نظم إدارة القواعد البيانات في الشكل اللي بناخدوه في شريحة لاحقة من عدة عناصر، اللي هي من تعريف البيانات ومعالجتها وقاموس البيانات، بالإضافة لوجود قواعد بيانات وبرامج التطبيقات اللي هي البروجرام أو الابليكيشن بروجرام، وقاموس البيانات اللي هو دي دي، ولغة تعريف البيانات واللي هو دي دي ال وغير ذلك. طبعا النظام هذا في قواعد البيانات، شن فائدته أو ما المغزى أو ما هو المراد من هذا النظام، يعني شن نستفيده منه؟ يضمن وجود قواعد بيانات يستند إليها نظم المعلومات، أو يستند عليها نظم يستند إليها نظم معلومات الإدارية، وعمل نظم معلومات الموجودة في المنظمة. فقاعدة البيانات تعتبر بمثابة القلب النابض بالنسبة لأي جسم في لنظم المعلومات، ويستند على قواعد البيانات. يعني نظم المعلومات تعتبر تستند على هذا النظام، هو نظام إدارة قواعد البيانات. هذا بمختصر الكلام. النقطة الأخرى، يمنع تكرار وازدواجية البيانات الملفات. يعني لما يكون عندي قاعدة من البيانات ما نحتفظش ببيانات معاودة أو مكررة أو مثل مبوبة في سجل ما قبلها، يعني خاصة في السجل، لأن لما يبدأ هنا السجل الورقي ما يستطيعش المدير قاعدة البيانات إن هو يتذكر كل البيانات ويحصيها اللي مثلا على سنوات سابقة. ممكن الشخص اللي أنشئ بيانات في العقود السابقة أو في العقد الماضي ممكن يكون غير موجود الآن في المؤسسة، والشخص الثاني ما طلعش عليها بالصورة الكافية، وبالتالي هنا نقول إن هذا المدير مثلا غير قادر على مثلا حصر كل البيانات السابقة. هنا معناها يعتبر نظم المعلومات، هنا نعتبر أن هذا النظم إدارة قواعد البيانات يقضي على هذه الازدواجية من خلال معرفة أي تكرار لهذه البيانات، وبالتالي نخفض من حجم تخزين هذه البيانات، ونخفض من تكلفة الاحتفاظ بها، لأن حتى تكلفة الاحتفاظ بها هذه عندها تكلفة اقتصادية. والنقطة الأخرى، توفير السرعة والدقة والاتصال في الوقت الحقيقي مع المستفيدين، اللي هم الإدارات المختلفة أو المؤسسات المختلفة. لما يتعلق هنا الأمر ببنك معلومات يتعامل مع مؤسسات مختلفة، معناها على وجه السرعة والدقة وعلى درجة عالية من الكونكشن أو الاتصال، وفي الوقت الحقيقي أو الوقت اللازم نستطيع أن نحصل على هذه المعلومات. والسرية وتوفير الحماية الجيدة، معناها سرية المعلومات
والبيانات اللي تحصل عليها من خلال لأن قاعدة خاصة بنشاط معين، وهي موجود بها نظام حماية لا يستطيع أي شخص أن يطلع عليه، وتوفير الحماية الجيدة عليه، توفير وظائف الاستعلام النمذجة، التحديث، الاسترجاع لموارد النظام من البيانات والمعلومات. كيف ما قلنا هنا، يعني الاستعلام على هذه البيانات من خلال نماذج وتحديث لموارد النظام، يعني موارد النظام دائما فيها تحديث واسترجاع وريفرش يعني من البيانات والمعلومات التي يحتاج هذا النظام. النقطة الأخرى اللي هي التعامل مع قاعدة بيانات بما يحقق التكامل الوظيفي للنظم الفرعية للمعلومات. إذا قواعد البيانات تتحقق التكامل الوظيفي، تحقق التكامل الوظيفي لمجموعة الأنظمة، يعني لما نقول أنظمة الإنتاج، الموارد البشرية، المشتريات، نقصد على الأنظمة الوظيفية أو الأنشطة مثلا والمالية وغير ذلك، هذه كلها تتكامل في مسمى واحد وهو قاعدة البيانات. وبالتالي لما تحصل هنا الترابط ما بين هذه الإدارات، قاعدة البيانات هي اللي بتكمل هذا الترابط. هذا بالنسبة لي تعريف أو نظام قواعد البيانات، أهم الميزات التي يحققها مثلا نظام قواعد البيانات. وتحقيق طبعا هذه المزايا لابد من توفير نظام قاعدة بيانات يتصف بالكفاءة والموثوقية والفاعلية وغير ذلك. طبعا لابد من توفير مستلزمات جوهرية، وهي مثلا تطوير قاموس البيانات، قبل ما بعدين نخش حتى بالشرح تو بنلقوه، تطوير قاموس البيانات اللي هو الدي دي، وهو عبارة عن تعريف وتوصيف شامل ودقيق لعناصر البيانات الموجودة في قاعدة البيانات مثل الأسماء والحقول وأنواع والخصائص والأسماءها البديلة، وتصميم إجراءات تدقيق البيانات أثناء إدخالها، وذلك بغرض اكتشاف الأخطاء قبل إدخالها، وتصمم طبع البيانات بصورة مبكرة، وتستخدم الأساليب المتعددة لهذا الغرض مثل تدقيق التسلسل للبيانات، وتدقيق مجاميع البيانات، وتدقيق صيغة البيانات. ويتميز مثلا النماذج هذه المختلفة اللي مثل البيانات مثلا بسرعة المعالجة التشغيلية والقدرة على معاملة القواعد البيان معالجة قواعد البيانات الكبيرة جدا، كما أنه مثلا هذه الأنظمة وهذه النماذج تقوم بإجراءات الاسترجاع والحماية الجيدة، بالإضافة إلى إمكانية استخدامها لنظام الخط المفتوح من خلال شبكات الاتصال طبعا البيانات. بعدين نجي لنقطة أخرى وهي تصميم مراقبة قاعدة البيانات. ينظر مثلا محل النظم في اختيار التقنيات الضرورية لمراقبة قاعدة البيانات إلى جانب تصميم القواعد والإجراءات العمل المفيدة لتوفير الحماية الضرورية لقاعدة البيانات. وطبعا عندي عدة تقنيات مستخدمة في الرقابة على قاعدة البيانات، اللي هي من بينها مثلا التحميل الإضافي لبيانات المعاملات اللي هي Transaction Logging، ويحدث هذا في حالات الخاصة مثل تدمير واسع للملفات. لما أقول تحميل إضافي هذا معناه عندما تكون عندي حالة فيه تدمير للملفات مثل الهاكرز، أو مثلا ظروف بيئية أو ظروف تنظيمية، أنا نظم المعالجة الفورية الخط المفتوح بسبب تعطل في الأجهزة الهاردوير، أو مثلا حتى في البرمجيات مثلا نقول السوفت وير، وبالتالي ربما فشل المستفيد النهائي في التعاطي مع النظام. يعني لما تكون فيها ملفات فاسدة أو مدمرة أو غير ذات جدوى، هنا معناها المستفيد النهائي اللي هو الإدارة المستفيد اللي بتحل المشكلة اللي تحتاج هذا النوع من البيانات تكون هنا فيه فشل لها. لحل هذه المشكلة تستخدم نظم التشغيل المتطورة طبعا حتى نقضي على هذا التدمير وما يحدثش، وهو النظام إدارة قواعد البيانات، أسلوب التحميل الإضافي لبيانات المعاملات اللي هو Transaction Logging، والتحميل الإضافي أو ما يصطلح على تسميته باللوجينج معناها الإضافي، هو برنامج خاص طبعا يوجد في نظم التشغيل. طبعا نظم التشغيل هذا ناخده على حتي محاضرة إذا كان تسع الأمر، وبرنامج نظام إدارة قواعد البيانات
يقوم طبعا بالنسخ الآلي، النسخ الآلي، حتى لما يحدثش معنا، لما احنا قلنا في البداية انه بيحدث فيه تدمير للملفات، لكن لما يبدأ عندي نسخة آلية مباشرة، هذا النظام هو نظام التحميل الإضافي لبيانات معاملات، يقوم بالنسخ الآلي المباشر للسجلات القديمة والجديدة بالإضافة لسجلات المعاملات مع كل الإضافات مثلا اليومية التي يجريها المستفيد. وطبعا الإدخال الأمين، النقطة الأخرى اللي هي بعد التحميل الإضافي لبيانات، اللي هو الإدخال الأمين للبيانات، الأكسس سكيورتي، معناها هذا من نوع من مراقبة قاعدة البيانات، يرتكز على حماية قاعدة البيانات أثناء عملية الإدخال البيانات، ويشتمل مراقبة الإدخال وتعيين المستفيدين الذين لهم الحق في استخدام القاعدة وفي الدخول إلى مواردها، والطريقة اللي مثلا عليهم يجب أن يستخدموها أو يسلكوها، ويستطيع محلل النظم عند التوصيف لمخطط قاعدة البيانات أن يحدد كل مستفيد ونوع الدخول المسموح به، يعني نوع المستفيد من هو، مثلا نقول هنا حتى تو انت في النقطة هذه كلمة عليها، حتى لما تخشيت في البوابة الإلكترونية نوع المستفيد مثلا ستودنت واسمك والرقم السري اللي هو الإيميل، والإيميل بتاعك يعني اللي هو الجيميل، ونوع الدخول مسموح به، يعني انت من حقك تطلع، لكن ما تقدرش تغير منهج ماده معين او تحدث فيه نوع ما او تغير، او مثلا حتى يكون خارج الجامعه ما يقدرش اي واحد يخش ويقدر مثلا ياخذ المنهج هذا ويقتبسه، او الا ما يكون حولوا عليه نظام الحمايه هذا، وبالتالي هنا حتى هذا نفس النظام هذا يعني يحدد نوع المستفيد من هو الاداره او الجهه اللي تبي هذا البيان، ونوع الدخول المسموح به، هل لغرض الاطلاع بس، للقراءة بس، للتعديل، للتخزين، ودرجة الصلاحية المتوفرة طبعا هو اللي هو متماشي مع دور نوع الدخول المسموح. وقد يستخدم محلل النظم عدة وسائل تحقيق هذا، مثلا اعتماد كلمة المرور اللي هو الباسورد، وتنظيم نوع من الحماية الداخلية لمستويات متعددة، والتصاعدية من الأمن والحماية الذاتية. نجي لي نوع آخر من قواعد إدارة البيانات، إدارة قواعد البيانات اللي هو قواعد البيانات الظلية اللي هو ميرور داتا بيز، يتكون قواعد البيانات المسماة الميرور داتا اللي هو البيانات الظلية من قاعدتين للبيانات في نظامين مختلفين من نظام الكمبيوتر طبعا أو الحاسب، وتوضع قاعدة البيانات الأولى في النظام الرئيسي الذي يستخدم بصورة مستمرة من قبل المستفيدين ويستخدم فيها برامج التطبيقات. طبعا الشكل الآتي اللي هو يوضح كيفية عمل أو تكوين نظام إدارة قاعدة البيانات. هنا نشوف الجانب النظام إدارة قاعدة البيانات اللي هو الجانب الأيمن اللي هو قاعدة البيانات اللي هو الداتابيز، و طبعا يحتوي على لغة تعريف البيانات اللي هو الدي دي ال، ولغة معالجة البيانات اللي هو دي ام ال، وعندي الابليكيشن بروجرام او برامج التطبيقات اللي هو البرنامج الاول والبرنامج الثاني والثالث، يعني بروجرام واحد وبروجرام اثنين وبروجرام ثلاثة، وعندي قاموس البيانات اللي هو الدي دي، وتكلمنا عليه قلنا هو تعريف وتوصيف شامل لعناصر البيانات الموجودة في قاعدة البيانات مثل الأسماء والحقول وأنواعها وخصائصها، ويتضمن قلنا هذا الدي دي اللي هو قاموس البيانات معلومات عن علاقات المرجعية بين عناصر البيانات، والتي تعتبر مهمة جدا. وبالتالي هنا ان لاحظوا ان البيانات هذه نظام إدارة قواعد البيانات يتكون من هذه المسميات المختلفة، والبرامج والتطبيقات اللي هي الابليكيشن بروجرام، وبتعبير اخر يؤدي نظام ادارة قواعد البيانات دور الوسيط البيئي الذي يربط وينظم علاقة المستفيد بقاعدة البيانات، يعني المستفيد اللي هو قاعدة البيانات تشوفها على الجهة اليمنى، ونوعية البرامج هذا تعتبر مستفيدة، و نظام ادارة قواعد البيانات هو اللي
بيكون الوسيط ما بين من الجهة المستفيدة وقاعدة البيانات. هذا كرسم توضيحي مثلا لنظام إدارة قواعد البيانات. أنشطة أنظمة قواعد إدارة قواعد البيانات لتجمع البيانات والسلامة والصحة وفحص البيانات لنظام اتساقها. وعندي النقطة الأخرى تخزين البيانات اللي تكلمنا عنها احنا في سياق. طبعا تخزينها يتم مثلا إما في الشريط الممغنط أو في القرص الممغنط أو في الهارد ديسك وما إلى ذلك حسب نوعية الخزن يعني اللي نحتاج له وحجم البيان والصيانة وتضاف البيانات الجديدة وتغييرات البيانات الموجودة وحذف البيانات. يعني هنا التحكم نقصد به الكنترول في نوعية البيان لما يبي مثل البيان هذا قديم جديد يحتاج لصيانة لا يحتاج وما تطوير غير صالح متهالك وما إلى ذلك. الأمن لمنع تدمير هذه البيانات من خلال عملها في الملفات وحقول ونظام حماية وسيفتي معين وتنظيمها وترتيبها بطريقة معينة. هذه كلها من المهام اللي يقوم بها مدير إدارة قاعدة البيانات وإدارة قاعدة البيانات بصفة عامة. نجي لنموذج إدارة قاعدة البيانات وهي آخر فقرة في محاضرتنا اليوم. طبعا هذا النظام هذا مشغل وصف البيانات يحتوي على عدة عناصر ويحتوي على مشغل بيانات وقاموس البيانات ومخطط قاعدة البيانات وهذه اللغة طبعا لوصف البيانات يكون نظام إدارة قواعد البيانات. وعندي مشغل إحصائية الأداء وهذا بيجي يتعامل مع الإحصائيات اللي تحدد البيانات اللي استخدمت ومن استخدمها ومتى استخدمها وتستخدم الإحصائيات في إدارة قاعدة البيانات. وعندي مقطع استعادة الاحتياطي وتعد نسخة دورية يومية وذلك احتياطيا لقاعدة البيانات. فمع تشغيل العمليات الجارية المتتالية مقابل ملفات رئيسية يحتفظ السجل هذا بالعمليات الجارية لكل تغيير. وعندما تحدث مشكلة يتم تشغيل هذه السجلات مقابل قاعدة البيانات الاحتياطية. ويمكن أن يكون مستخدم قاعدة البيانات شخص كما قلنا أو تطبيق وفي النهاية طرفية وحتى نصل إلى نظم إدارة قاعدة البيانات أو نصل به إلى الاستخدام الأمثل من خلال الحصول على السجل الذي نبحث عنه أو اللي يضم أو الملف وهو بالتالي يحتوي على البيان اللي هو يبحث عنه المستفيد. هذا بالنسبة لمحاضرتنا اليوم تناولت قاعدة البيانات اللي هو الداتابيز وتقسيماتها وكيفية عمل الملفات والسجلات. هذا الأهم شيء بالنسبة له هو مدير قاعدة البيانات ونظم إدارة قاعدة البيانات وهياكلها وتنظيم الملفات ومزايا الملفات. تناولنا فيها العديد من الجزئيات. طبعا نشكركم على حسن الاستماع والإنصات ونلتقي بإذن الله في محاضرة لاحقة. لنجي لنقطة أخرى وهي هياكل قاعدة البيانات. هياكل قاعدة البيانات حتى هي نقطة مهمة وهي يمكن تحقيق هذه التكامل المنطقي للملفات. يعني كيف الملفات هذه تحقق بياناتها التكامل بصفة عامة. عندي العلاقات الصريحة أو العلاقات الضمنية اللي هي من هياكل قاعدة البيانات. إحدى مناهج تشييد العلاقات بين السجلات اللي هي هذه الهياكل الصريحة المتعددة وهو ترتب البيانات في شكل هرمي. يعني نختار لها النوع اللي هو يتماشى وطبيعة هذا البيان. ممكن نختار علاقات صريحة أو ضمنية او مثلا هرمية او شبكية حسب ان احنا اخذنا منها مثلا جزء معين. لكن هي الانواع هذه متعددة حسب نوع البيانات اللي انا نحتاج لها. وبالتالي مثلا نقول هنا عندي العلاقات الصريحة هذه مثلا تتماشى مع بيانات معينة وترتب هذه في سجلات متعددة وفي هياكل هرمية
ومثلا هذا النموذج الهرمي يمتاز بسرعة المعالج التشغيلية والقدرة على المعاملة وقواعد البيانات الكبيرة، كما مثلا يقدم إجراءات استرجاع وحماية جيدة، بالإضافة إلى استخدام إمكانية استخدامه لنظام الخط المفتوح من خلال شبكة الاتصال والبيانات. وتوجد سمة هامة وهي أن حقول مثلا الحقول الربط والوصل التي تشيد بها العلاقات الصريحة، هذه تمثل الروابط بخطوط دقيقة، وتصل عناصر البيانات والسجلات المختلفة في الجزء السفلي، وتسترجع سجل البائع، ويمكن تقود هذا إلى سجل آخر مترابط. هذا بالنسبة للعلاقات الصريحة. نجي لنقطة أخرى وهي العلاقات الضمنية. العلاقات الضمنية طبعا هذه من نوع متطور عن العلاقات الصريحة وهو نموذج آخر، وهو في بداية السبعينيات تطور كل من أدغار كود ودايت كلاهما من الشركة، إلا أنهما عملا مستقلين عن بعضهما بنموذج علاقات ضمنية اللي هو الاي بي ام، ومنهج لتشييد علاقات بين السجلات ولا تحتاج الى حقول الربط ان تشمل في السجلات، يعني بعكس الاولى هذيك تشمل حقول الربط، هذه ما تكونش فيها حقول ربط، لا توجد حقول ربط بين السجلات. طبعا قبل نخش في استخدام قاعدة البيانات، عندي استخدام قاعدة البيانات، عندي نماذج أخرى اللي هي نتورك موديل، أو العلاقات الأخرى اللي هي نتورك موديل هي الشبكية، اللي مثلا تكون على مع تتغلب على معقد التكوين الهرمي، ولا تسمح لي يعني الابن، أو يسموا فيه الابن، يكون أكثر من عائلة واحدة اللي هو البارت أو السبلير، والنظام يعني توتالي كل عنصر او كل فرد، ما يكونش فيه تفرع اخر. هذا الشيء نقصد به الابن ما يكونش عنده عائله اخرى، ان هذا مسمى يعني في الحاسوب او في النماذج الشبكيه، وهو مثال نظام توتال مثلا. هذا يعتبر مثال لنموذج شبكي الى جانب نظام الاي ام اس مثلا، حيث مثلا يمثلان 40% من نظم اداره قواعد البيانات اللي هي مستخدم في اجهزه الكمبيوتر الكبيرة. والتمييز بين هذه نظم عائلة الكفاءة، وتقتصد في مساحة التخزين اللازمة لقواعد البيانات. استخدام قواعد البيانات يمكن أن يكون مستخدم قاعدة البيانات شخصا أو برنامج تطبيق، يعني من اللي بيستخدمها نقصد بها ممكن شخص فرد، يعني مثلا مهندس أو مصمم أو مدير أو إلى ذلك، او برنامج ممكن لنا قلنا التعامل، لكن ما خدنا نظام اداره قواعد البيانات يكون بروجرام واحد وبروجرام اثنين اللي هي الابلكيشن بروجرام، ممكن يعني هنا البرنامج هو اللي يستخدم مع قاعده البيانات، وممكن ان هو تطبيق معين يتعامل مع قاعده البيانات حسب حجم قاعده البيانات وحسب نوع البيان. وعاد يستخدم الشخص قاعده البيانات من نهايه طرفيه، كيف ما خدنا في الرسم نشوف ان قاعدة البيانات في عادة الامر تجي في نهاية طرفية، وتتلقى البيانات والمعلومات عن طريق لغة استخدام لغة الاستفسار، ويكون الاستفسار لغة خاصة صديقة للمستخدم تمكن الحاسب على الاستفسار، يعني اللغة هذه مفهومة واضحة وتستفسر عن نوعية البيان لازم ناخده من قاعدة البيانات. وعندما يسترجع مثلا نقول مثلا عندما يسترجع برنامج تطبيق مثل رواتب البيانات من قاعدة البيانات وتخزن هذه البيانات، فإن استخدام لغة معالجة البيانات الدي ام ال اللي هو خاصة، وتكون عبارة دي ام ال محتواه في برنامج التطبيق عند النقاط اللي تحتاجها دي ام ال اللي أخذناها في الفقرة السابقة، وهو واحدة من العلاقات الضمنية.